السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ زينين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. البنات كما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم شنو وصلني من الشيئين. طلعت واحد الحاجه الصيف صراحه ديال الشيئين، دابا فيها التخفيضات ديال الحوايج ديال الصيف وعندها الحاجات مزيونين. كما كتعرفوني دائما كنشري الحاجات من الشيئين، لا ليلي لا انا لا لولادي. المهم انا انايا غادي نحلو معكم، انا بيدي باقا ما شفتش داكشي كيف وصل لي صراحه. نحلو معكم نكتشفوا مع بعضكم. اول حاجه بنات هما هاد العيبات هادو شريتهم باش نبقى نخدم بهم لي فيغين. هيدا الكوموند ديال لي فيغين ديال الكنافه. المهم بنات اللي باغا الصفحه ديالي في الانستغرام انا خليكم في صندوق الوصف تدخل عندي، لكن عاد لي فيغين تمر داكشي مهم كامل ديال البريستيج الحلوه. المهم هادو جبتهم باش غنبقى نخدم بهم الكوموند ديال لي فيغين. وجبت هاد الكريتنات هادو، هيدا التمر بريستيج. كاين اللي كتبغي تعدي شي بوكس لصاحبتها ولا كتكون ماشي عند شي واحد، مهم هادو كريتنات ديال التمر. هيدا اللي حتى هي كتبغي تخدم لي كوموند وما كتعرفش ما يجيبهم. شوف البنات كيفاش عاملين. المهم عندها هنايا باش كيبان داك التمر، وعندها من هنايا هذا تخدموا فيها بنات لي ماكارون، تخدموا فيها التمر. بنات اللي كيخدموا هيدا لي كوموند هادو جبتهم البنات من الشيئين. هاد الكريتنات هادو شحال وانا كخصني وقلت نطلبهم صراحة مزيونين عجبوني. وحاجة أخرى اللي جبتها هيدا خدمو كذا، كنت طلبت من هاد السيليكونات جوج. هاد السيليكونات البنات ديال المغياج، كان سبق لي عندي ديك ديال الميكا ولكن كتعذبني كتهرس لي الشوكولاتة بزاف. هادو البنات لي عندها ديال الصابلي اللي كيكون ديال الخطيبة ولا ديال ضريب الصداق ولا كتخدمو هادو بهم الشوكولات. جبت منهم جوج باش مبقاش هيدا نعمل ونعاود. شنو اخر؟ هادو البنات ديال انا نوريكم التصويره ديالهم. هادو ديال الحولي، هادو ديال العيد الكبير، هيدا الصابلي ديال العيد الكبير. شوفوا هادو ديال العيد الكبير، هيدا ديال الحولي. وجبت هاد اللعيبه هادي اللي كان مزوق بها الصابلي. عندي بزاف ديال الاشكال ولكن هادي ما عنديش، باش قلت دائما يكون عندي التنوع في لي صابلي ديالي. الله اكبر، دائما يكون عندي التنوع في لي صابلي ديالي. هادي مزيونه، عندهم بزاف ديال الاشكال، قلت كل مره غنبقى نجيب منهم. شنو اخر؟ دابا غادي ندوزو للحوايج. هادو جبت منهم جوج حيت كنت قلت للصديقه ديالي كاينين وبقات تجيب لي معاك، جبت لها واحد. غادي نبداو وهذا بنات كسيوة ديال القطن، شريتها من جنات مزيونة الصراحة، عجبني القطن ديالها. شوفوا هيدا للدار، للدار مزيونين الصراحة، كيعجبني نعمل هاد الكسيوات هادو مع الشرط. شفتوها القطن ديالها صراحة عجبني، أول مرة غادي نكوموندي لها هيدا كسيوات ديال الدار مشيعين. هادو فيهم أوفيرتا بنات، يا جبرتو واقيلا نقولكم هادي بستة أورو واقيلا ولا، يعني مناقصين فيهم. وكسوة أخرى حيت أنا عقلت طلبت جوج كساوي. هيا كسوة أخرى، هادي مزيونة، هادي طويلة على أخرى. حتى هادي البنات واقيلا كانت بشي خمسة أورو ولا ستة أورو. شتو؟ وما نعنزلكم التصور ديالهم كيفاش كيكونوا. شتو؟ نبقاو في الحوايج. هادو طلبت التبديلة لإبراهيم من المدرسة، كان سبق لي شريت له تشاندر فهاد الشكل هذا، دابا شريت له شورت وتشاكيتا. التشاكيتا هادو ديال المدرسه مزيونين صراحه، القطن ديالهم خفيف. نتوما عارف العيال كيكبروا وما كيبقاو لهم شي الحوايج في المدرسه غير هيدا مشيعين وصافي. هادو الشورت والتشاكيتا ديالو. وهادو عاوتاني السروال صافي. هادو ديك الساعه انا قلت لكم غنخلي لكم التصاور داكشي كامل. وهادو البنات كافر، شوفوا كيفاش كيجيو ديال هادو ديال اسحاق صراحه، كان حمقني خصو كافر. شوف هاد الشكل هذا عجبني، هيدا مع داك ينقز وكيغوت. هادو مزيونين هيدا مع الحوايج الصيف. شوفوا البنات كيفاش عاملين مزيونين الصراحه، هيدا العيال الصغارين
ماشي غاليين بزاف، واقيلا كانوا غير بشي ما قلت شي جوج الاورو. هاد بالحق مزيونين الصراحه، كيجيو هيدا كيجيو بقشي الجيار ديالهم هاك. شنو حاجه اخرى؟ شريتها لي بنات من ماندو تيليكوموند، باش نبقى نخشو فيها التيليكوموند، تخشو فيها التيليكوموند هيدا، وهذا البلاصه ديال الحجر باش كتحافظكم عليه. شنو اخر؟ وشريت هذه البنات ديال التاج، هيدا الطرطاس ديال التاج، واللي كيبغي كعبوغزال يخدم كعبوغزال ديال التاج. انا نحل لكم شوفوا، هذا ما كانش عندي الصراحه، كان عندي واحد الشكل ولكن ماشي بحال هذا. كيجي هذا وكيجي هذا ستيتو، هذا تقدروا تخدموا به حتى لي صابلي مزيون، وهذا ستيتو نتاج الكيك ديزاين. نوع اخر هذه انا العام اللي فات كنت شريت واحد القاشه من اليكسبريس، صراحه تقطعوا لي دغيا بالسخانه د البحار وداكشي، مع كنا مشينا نتارغا وداكشي كانوا تقطعوا لي تما، الرمل عندهم سخونه بزاف. شريت هادو البنات مزيونين، هادو بسبعه د الاورو، صباطياس د البحار، هيدا اللي ما كتبغيش تعاري رجلها في البحر وكتبغي تلبس صباطياس، هادو كتعوموا بهم كلشي. هادو شفتو عجبوني الصراحه، هادو بسبعه د الاورو، عندهم القاع شوفو يعني مريحين في اللبسه ديالهم. هادو هادو كويكات جبده ديال الراس مكتوبه فيها الشين، هنايا طلبت هاد السردينه هادي ليلي، صراحه كيعجبوني السردينه ديال الشيئين والله العظيم كيخرجوا غزلان، ودائما دائما كان رجعت كنشري منهم، كنجبر الشكلات اللي كيعجبوني انا مع العيال ما كندركش نبقى نقاد الخيوط، فرجعت كنشري هادو. شفتوا الشكل ديالها مزيونه الصراحه. هادي عندي واحد الصاك ديالها كحال كنت شريته في العيد، كنت شريته في العيد ودابا شريت له هذه ديالو، حيت البردينه ديالو جبتها وجاتني كبيره. المهم البنات دائما ديو الطايه ديالكم، يعني كتلبسوا 39 ديو 39، انا شريت 40، هذيك البردينه جاتني البنات كتفلت، يعني ما لبستهاش الصراحه، ما قدرتش نلبسها حيت جاتني كتفلت فشريت هذه. يعني الصاك ديالها عندي هذه، وهذا الصاك هذا ابيض دائما كيعجبني هذا الستايل هذا، هذا الخريجات وشريت هذا الشكل هذا اللي كيتهز هيدا في اليد، تقدروا تعلقوه اولا تقدروا شوفوا اولا تقدروا توزعوه في يداكم. شوفوا انا ركب له السميطه ديالو، كيجيو صراحه الله مزيونين هادو، قال لك كيتعلق هنايا حتى هذا. المهم هذا كتجي عنده السمطه كتقدروا تهزوا هيدا، انا صراحه غالبا غنبقى نهزو هيدا هيدا بعد الخريجات وداكشي، كيعجبني نهز الصاك هيدا بلا ما نعلقو، حيت ملي كنعلقو مع هاد الخمارات ما خصنيش يبان، دائما كنبقى نعلي الخمار ونقوز الصاك تحت منه. فشريت هذا هيدا كيتهز، واخا غنركب له الصمطه ديالو ولكن غالبا ما غنعلقوش بزاف، الا كنت مزروبه ومعايا العيال ليا، اما الا ما كانوش معايا غنهزو غير هيدا. هذا كان واقيلا بشي 7 اورو وكبير، شوفوا يهز تبارك الله، يهز لك الكافاس ويهز لك التليفون يهز لك البسطام مزيون، يهز لك حتى السرج يهزو لك. المهم هادو المشتريات ديالي، ودائما البنات كما كنقول لكم انا الكوموند ديالي من شيئين كنقسمو على ثلاثه د المرات، حد بهذا الكوموند هذا جاني ب 65 د الاورو، 65 د الاورو انا خلصت في 20 د الاورو في هذا الشهر هذا، و20 د الاورو غنخلصها في شهر لي ماجي، و20 د الاورو غنخلصها في شهر اخر، يعني سين انتريسيس عمري ما طلعت عليا الانتريسيس ديال الشيئين، يعني كتقدروا تقسموا الكوموند ديالكم. وكنت خليتكم الفيديو كيفاش تقسموا الكوموند ديالكم، الا بغيتو انا نخليكم في صندوق الوصف، اللي ما كتعرفش هيدا الطلب كيفاش تعمل الطلبيه ديالها، غادي نخلي لكم الفيديو بالتفاصيل ديالو في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوا. غنخلي لكم الصفحه ديالي في الانستغرام، اللي بغات تواصل معايا اللي بغات اي حاجه مرحبا والف مرحبا. نتمنى الفيديو ديما يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون كنت خفيفه على القلوب ديالكم. ما تنساوش البنات من اللايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم الرائعه اللي كتزيدوا تشجعوني بها اكثر واكثر، وهذا ما بقاش نعكز على التصوير. السلام عليكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.